والآن أرحب بضيفي من واشنطن ريتشارد تشاشدي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن. أهلا بك أستاذ ريتشارد. الإدارة الأمريكية تشكك بأعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، رغم أن وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله التابعة للسلطة الفلسطينية وكذلك منظمات دولية أخرى أعطت أرقام مشابهة، وهي أكثر من 7,000 ضحية حتى الآن. لماذا تواصل الإدارة الأمريكية تجاهل هذه الأزمة الإنسانية وهذه الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة؟ لست متأكدا أنه من العدل أن نقول أن وزير الخارجية الأمريكي وإدارة الرئيس بايدن يتجاهلان ذلك، بل هما يدركان أن هذا الوضع عصيب وكارثي للفلسطينيين. وجزء من المشكلة هو أن حماس وضعت أجهزة أو بنى تحتية عسكرية وشبه عسكرية قريبة من أهداف مدنية، واستخدمت بعض الناس كدروع بشرية، وهذا عقد المسألة، سواء كان للاجتياح الإسرائيلي البري القادم أو الإنقاذ المحتمل للرهائن أو بعضها. أعتقد أنه كان ثمة مقال مثير للاهتمام قرأته، وكان الكاتب يدعى ستيفن سايمون، وتحدث فيه عن أنه على المدى المتوسط بعد انتهاء هذه الحرب أشخاص أو السكان في غزة سيوضعون تحت رقابة دولية أو تحت مراقبة دولية، ولكن قبل أن يحصل ذلك أفضل ما يمكننا أن نقوم به هو حث الإسرائيليين الامتثال بشكل أكبر لقانون الدولي، لا سيما قوانين الحرب. وهم طلبوا إجلاء الأشخاص، ولكن المسألة هي لا أين يجلى هؤلاء المواطنين، ولكن ثمة متطلبات للالتزام للقانون الدولي وأيضا لطواقم الأمم المتحدة مثلا، وبالنيابة عن الجامعة العربية، جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي. وهذا الفكرة الأساسية من ذلك ستكون هو إرساء هذا النوع من التعاون، حيث ستتمكن من فتح ممرات إنسانية سواء كان للاجئين أو للأغذية وباقي أنواع المساعدات. علينا أن نوضح ذلك للرئيس السيسي وأن نشرح له ذلك، وللملك عبد الله، وأيضا للسلطة الفلسطينية.